حياكم الله من جديد. وثق مقطع فيديو متداول عميدا متقاعدا في منطقة حائل وهو يعمل على توصيل الطلبات من مطعمه إلى الزبائن بنفسه. الفيديو طبعا أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لسيما أنه الشخص الظاهر كان عميدا في الدفاع المدني قبل أن يتقاعد. معنا عبر سكايب الأستاذ عبد الله العامر، العميد المتقاعد ومؤسس لمطبخ سعودي. حياك الله أستاذ عبد الله. الله يحييك، أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. أول شيء خلينا أبدأ معك، يعني عن السبب اللي دعاك لافتتاح هذا المطبخ والعمل فيه والإشراف حتى على العمل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هواية وحب للطبخ من الصغر يعني، والحمد لله الآن بعد الانفكاك من الوظيفة الرسمية أصبح بإمكاني أني أمارس أعمالي اللي أحب المحببة لي بدون قيود ولله الحمد. وأيضا إتاحة الفرصة للشباب وندعم الشباب في هذا المجال، أنه يعني لا يكون عندهم عقدة العيب في هذه المهن اللي فيها مكاسب كبيرة وفيها ثقافة وفيها حركة وفيها بركة. والحمد لله والشكر، أنا أتمتع بصحة اللهم لك الحمد وعافية، ونفسيتي حلوة الحمد لله، فحبيت أني أعمل هالمطبخ هذا خدمة لأهل المنطقة والزوار المنطقة. وهذه يعني من هنا جت الفكرة، ولي 4 شهور تقريبا وأنا أجهز بالمطبخ هذا. يعني المطبخ توك فاتحة؟ لي تقريبا 8 أيام الآن. 8 أيام بدأ نشاط المطبخ يعني؟ بدأ نشاط المطبخ التجريبي. لك متقاعد؟ لي 2 سنين. سنتين. وخلال هالسنتين كنت تجهز لافتتاح المطعم؟ لا، جهز من 4 شهور. من 4 شهور؟ خلال هالسنتين. السنتين ريحت شوي واستمتعت الحمد لله، وغيرت جو ودرست المشروع واتجهت لعدة مجالات واخترت هذا النشاط الحقيقي. طيب كلمني عن المطعم. يعني انت تقول انه هو غالبا يعني شغف وهواية من الصغر عندك، كلمني عن المطعم، بدايات التأسيس، شلون جتك الفكرة، في تحديات واجهتك بتأسيس المطعم؟ لا الحمد لله ما في تحديات، وبالعكس في دعم وفي تشجيع. أنا مثل ما قلت لك من الصغر وأنا أطبخ وأمارس الطبخ. الوالدة الله يسكنها الجنة ومواتنا وموات المسلمين، هي كانت الحمد لله والشكر يعني تصنع الأكل مثل أي أم في ذلك الوقت. فكنت أنا أساعد الوالدة بالمطبخ بالبداية. في عندك أساعد الوالدة. أنا سمعت أنه عندك يعني جزء من العاملين عندك سعوديين. كم عددهم تقريبا؟ نعم، عندي 3 الآن سعوديين. واللي يشرف على المطبخ عندي الشيف أم فيصل الله يمسيها بالخير. يعني طبخ حائلي، تخصص بالطبخ الحائلي. تجي عندي هنا تشرف على المطبخ وتتابع الطباخين وتتابع النكهات وكل حاجة يعني تحت إشرافه. وأحيانا إذا تعذر وصوله برضو عبد الاتصال المرئي تكون نصور له ونرسل له وتوجههم وهكذا يعني. نعم، وعندي الشيف برضو هم نواف ما قصرت. وعندي الشيف أم سعود الله يبيض وجهها تتواصل معي من المنطقة الشرقية. نعم. طيب وش الأكلات اللي تشتهرون فيها بالمطعم تحديدا؟ والله احنا نشتهر بالطبخ الحائلي بجميع أصنافه. سواء الكبسات، طبخ الولائم للمناسبات الخاصة والعامة، الأكلات الشعبية، كل الحاجات هذه الحمد لله والشكر يعني نتميز فيها. مطعمك وين بحايل؟ موقعه وين؟ المطعم الصحيح انه مطبخ وليس مطعم. مطبخ مزه يقع بحي الشفاء على طريق الملك فهد اللي هو طريق الكشرية سابقا.
غرب جامع الشهداء، غرب جامع الشهداء كيلو ونص باتجاه الغرب من جامع الشهداء. أنا سمعت لك المقطع يعني الأول اللي انتشر، وقلت أنه مو معنى التقاعد أنه الواحد يقعد. طبعا بعيد عن الشغف اللي لك بالطبخ وما الطبخ يعني، لكن وش كانت الرسالة بتوصلها أنه متقاعد ما يقعد، يعني أنه تحركوا يا جماعة، ولا وش الرسالة اللي تبي تقولها؟ والله الكثير عندنا مفاهيم خاطئة الحقيقة، خلينا نكون صريحين، أنه التقاعد يعني أنه اجلس مكانك. لا، التقاعد يعطيك انتهيت من مرحلة وبديت مرحلة، انطلق في المجالات اللي تهواها، انطلق في المجالات اللي ترتاح فيها. ما يعني أنك تتقاعد وتحصل على راتب تقاعدي أنك خلاص تجلس، لا، الحياة كفاح، الحياة سر إلى الأمام، لا تنظر إلى الخلف، خلاص أنت انهيت مرحلة وبديت مرحلة. والحمد لله أنا استمتعت بخدمتي الماضية كثير الاستمتاع واستفدت كثيرا، والآن مستمتع بعد التقاعد ولله الحمد. وش قصة السيدات اللي ذكرتهن قبل شوي؟ أنت داعم للأكلات الشعبية من خلال مطبخك يعني، وشلون اجتمعتوا أنتوا والشيفس اللي عندك وأسستوا هالعمل؟ وش دورهن معك؟ اللي هي الشيف أم فيصل، ما يعني ما تتوقع كيف توصلت له وأنا بحايل هنا. اتصلت على واحد من الزملاء بجدة، قلت أبغى طباخين وأبغى ناس كذا على أساس عندي مطبخ، فقال أبرد لك. بعد يومين اتصل، صار زوجته له علاقة بالشيف أم فيصل، فقال عندكم بحايل الشيف أم فيصل، حنا بننسق معه وإن شاء الله إذا اتفقتوا راح تكون هي خير من يشرف على المطبخ هذا. صارت عين الخير، الله يجزاهم خير وما قصروا. فتواصلت مع الشيف أم فيصل وجت هنا وشافت الموقع وعطتنا توجيهات واستفدنا منه كثير في عملية الطبخ الحائلي وكذا. أيضا فتحت المجال العدد من الأخوات، عندي الشيف أم نواف وكذلك الشيف مثل ما قلت لك أم سعود، الله يبيض وجهها، معي من زمان هذه، لكن إنها بعيدة وإن شاء الله تجي زيارة هنا للمطبخ ونسوي لها إن شاء الله مناسبة. تستاهل، هذا هو، تستاهل، الله تستاهل. طيب، وأنتم بعد تستاهلون إن شاء الله. إحنا نحتري، أيوة، نحتري الكبيبة منك بس تجينا. أبد، الكبيبة والرغفان والمقشوش وكل حاجة. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. أيضا آمين. أيضا بقول المطبخ يا أخي مفتوح للجميع، الشباب اللي عنده رغبة في العمل ويهوى الطبخ، المطبخ مفتوح وأنا متواجد هنا 24 ساعة، عندي استعداد أعطيهم دورات تدريبية على أي الأصناف، الطبخ الحائلي، الكبسات، الأكلات البحرية، جميع الأصناف يعني. طيب أنا بمنك بس إذا سمحت اللي صور معك ياخذنا بس بجولة على المطبخ وانت جالس، بس تشرح لنا حجم هالمطبخ وش أقسامه إذا ممكن. لا بقوم، ليش أجلس؟ تفضل. طيب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا اللي تشوفونه أمامكم الآن، نعم، هذا قسم طبخ الولائم، هذا قسم طبخ الولائم. الآن في عندنا تحضير العملية ولائم وكذا، عملاء كذا، نعم. هذه كل القسم خاص بقسم الولائم. نعم. وهنا في عندنا قسم السفري. هنا قسم السفري عندنا. نعم. طيب في أقسام ثانية عندك غير يعني في لا لا في عندنا ايه؟ قسم السفري هذا. من هنا استقبال السفري. نعم، وطبخ ولا بس هذا اللي عندنا، محلي ما فيه يعني. طيب أبى أسألك أنا عن قصة انتشار الفيديو، في فيديو اللي انتشر بمواقع التواصل، كان الظهر السائق تأخر في إيصال الطلب للزباين، واضطريت لإيصاله. احكي لنا التفاصيل، وش اللي صار بالضبط؟ التفاصيل ان السائق طلع في مهمة من المطبخ وتأخر شوي. فالعميل اللي مجهزين له حنا وليمه عنده ضيوف، وتخبر اللي عنده ضيوفه
فاضطريت اني اشيل العشاء واطلع بالسياره، انا توي فاتح المطبخ ولا ابغى السمعه يعني الا تكون طيبه. فحط نفسك انت بموقف واحد ضيوفه عنده والعشاء تاخر عليه، فاضطريت اني اطلع. فعلى وصولي المكان المناسب للعميل هذا، اي صدفه كان متواجد الاخ العزيز، وهذه اول مره اشوفه، عبد الله لحياء سنابه الداوي. الاخ عبد الله لحياء هو صاحب المقطع، الله يجزاه خير وبيض الله وجهه. فتعرفنا على بعض، فسأل هو يعني صاحب الوليمة، عرفنا ببعض، فقال له تعرف وش يشتغل أبو علي سابقا؟ قال له أكيد موظف كذا ولا كذا. قال له هذا عميد متقاعد من الدفاع المدني. فأعجبه الموقف هذا، فقال تسمح لي أخذ لك لقطة وأقول أنك عميد متقاعد؟ قلت يا بد خذ، وإن شاء الله هذه تدفع الشباب والشابات لأنهم يتجهون للأعمال الحرة، يتجهون للقطاع الخاص. اي نعم، إيه؟ فكانت هذه الفكرة يعني. طيب أنا بسألك وبسألك بشكل صريح يعني واضح، أنت عميد، يعني هذه إحنا نتكلم عن مكانة اجتماعية مو بس عن وظيفة، يعني إحنا نتكلم عن مجتمعنا، ما نبغى نتكلم عن شيء غريب. ما في أحد من زملائك يعني اللي كانوا في السلك العسكري انتقدك مثلا، او احد من اقاربك قال لك والله هذا عيب، ولا ما حد وجه لك مثل هالنوع من الانتقاد؟ واذا وجهوا لك وشون وجهته؟ والله الحقيقه انا بشكل مباشر ما وصلني اي انتقاد، واشكر كل من دعمني في هالمجال هذا، الاهل والاقارب والاصدقاء والزملاء كلهم دعمون وشجعون ووقفوا معي من أول ما بديت يعني أسس المطبخ. أنا جان كلام وصلت الرسائل من بعض الزملاء عن طريق الزملاء أنه في زملاء مستائين من الموقف هذا. ليه مستائين؟ مشكلتنا حنا عندنا العيب هذه، خل أكون صريح معك. فحنا أنا تعمدت يعني أني نحاول أننا نكسر هالعقدة هذه، عقدة العيب هذه في لدى الشباب خصوصا، يعني لأنه الشباب الآن والشابات الآن العيب هذا قبل، يعني لو الموقف هذا مثلا قبل 30 سنة أو 20 سنة نقول أنه ممكن. وأنا بذكر لك موقف الآن صار لوالدي رحمة الله عليه، الله يرحمه. قبل تقريبا 70 سنة، أنا من محافظة الرس، قبل 70 سنة كان هو أول مصور بمحافظة الرس. فتخيل كانوا يسمونها العكاس ذاك الوقت، فتخيل عملية التصوير قبل 70 سنة حرام، يعني كانوا يقولون حرام، خلينا صريحين، هذا اللي كان قبل 70 سنة. مثل حصان إبليس يعني، أشياء واجد يعني كانت. فمع الوقت تعرض المضايقات، وكان منبوذ الله يرحمه بسبب هالمهنة هذه، بسبب المهنة هذه كان منبوذ. فمع الوقت الحمد لله والوعي والتطور وكذا، الآن تشوف التصوير أصبح هو وسيلة من وسائل التطور، العلم، الحضارة، كل هذا. فأنا أقول من هالمنطلق هذا الآن أنه يا شباب لا تعني لك الوظيفة الرسمية أنه هي مصدر دخل مقيد ومحدد، لكن اتجه للقطاع الخاص راح تشوف الخير. أنا كل يوم الآن أنزل أسواق الأغنام، أسواق الخضار، أسواق المواد الغذائية، وأشوف في حركة يعني لا يستهان بها من الأرباح. المفروض هذه الشباب هم اللي يستغلون النقطة ذي. يعني أنا ليش سويت كذا؟ الحمد لله أنا بصحة وعافية، اللهم لك الحمد والشكر، وبخير ونعمة الحمد لله والشكر. لكن أبي أوصل رسالة، وانت تشوف يعني وكلنا نعرف انه الرؤيه الان هي متجهه لاتجاه هذا. فالحمد لله والشكر يعني. فاقول لاخواني وزملائي اللي انتقدون بهالموقف هذا جزاكم الله خير وبيض الله وجيهكم، حنا ننظر للامام ما ننظر للخلف. احسنت. ننظر للامام ما ننظر للخلف، والحياه تحتاج كفاح، والحياه
والآن الحمد لله والشكر يعني كل شيء متهيأ لنا وكل شيء متوفر. أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله العامر، العميد المتقاعد وصاحب مطبخ سعودي في منطقة حائل. شكرا لك، وشكرا لكل الرسائل اللي وجهتها لشبابنا وأيضا بناتنا اللي موجودات، وانت ذكرت يعني عدد من السيدات الفاضلات اللي يعملون معك، ووجهت رسالة أيضا لشباب حائل لمن أراد أن ينضم معك في 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 هالمشروع. كل التوفيق نتمناه لك بإذن الله، ونتمنى لك إن شاء الله مزيد من الوصول أكثر وأكثر يعني، أو في رغبتك وممارستك لهالشغف اللي قاعد تنفذه. شكرا جزيلا لك وكل التوفيق بإذن الله. فاصل ونعود.